سيادة اللواء دلوقتي الناس اللي هم السكان اللي بيشتكوا وبيقولوا هنعمل ايه دلوقتي ونروح لمين والوضع ازاي؟ ايه الوضع؟ يعني دلوقتي حضرتك محافظ للجيزة تنصحهم بايه؟ اولا الناس دول مسؤوليتنا حضرتك، واحنا طبعا يعني مش يعني نبخل عليهم باي حاجة. هنال طبعا يعني هو التعويض، يعني مالك العقار هو المسؤول عن تعويض الملاك دول المقيمين، لانهم اشتروا منه حضرتك، والعقار فيه مخالفات من الاول، هو لم يرتدع ولم يكتفي بذلك الا انه يعني اقام مصنع في ولا مخزن في العقار، وهذا المخزن وال يعني الحاجات اللي كانت متخزنه في المخزن هي التي سببت في هذا الحريق، فهو المسؤول تماما عن تعويض الملاك. ولكن احنا الملاك والمقيمين في العقار احنا يمكن الفتره اللي فاتت كلها ويمكن ده اللي اخرنا، احنا مكناهم ان هم يعني نزلوا كل متعلقاتهم من العقار، وده كان برضو موضوع خطير جدا وكان بتنسيق مع كليه الهندسه، ويعني وفرنا لهم يعني كل الامكانيات عشان ينزلوا كل متعلقاتهم اللي موجوده.